أنا اسمي ميانا عرام، كنت بدرب سباحة توقعية من سنة 84، وسافرت الأولمبيك جيمز كمدرب منتخب مصر. ما شاء الله يا كابتن، في لوس أنجلوس. مش باين أبدا من 84، ما شاء الله بجد. أوكي، كنت أول الأولمبيك جيمز للسباحة التوقعية، وبعدين كبرت بقى وبقيت دلوقتي مسؤولة عن رئيسة اللجنة الفنية للسباحة الفنية في مصر. الحقيقة الفريق ده إذا كان بيتميز عن غيره فهو لأنه إحنا عملنا بلان من بدري شوية، وبدأنا تأليف الروتينات اللي انتوا بتشوفوها رقصات في وقت مناسب ان احنا نجهز لبطولة العالم اللي كانت معمولة في مصر في سوما باي. فالحقيقة كان البراكتس الأولاني لينا وإثبات الوجود في الفترة اللي مش قصيرة ولكنها تعتبر قصيرة، لأنها حوالي 5 أشهر قدروا ياخدوا ميدالية فضية في بطولة الفريق. والحقيقة الميدالية دي خلت العالم كله زي ما فريدة قالت بصلنا نظرة مختلفة خالص عن قبل كده. احنا مش داخلين نمثل تمثيل مشرف فقط، لا احنا داخلين ننافس. وقدرنا فعلا في بطولة العالم اللي في اليابان اللي هي كانت من أسبوعين تقريبا، قدرنا فعلا نكسب دول أبطال عالم. يعني كسبنا، مش حلو ان نقول أسامي بس دي حقيقة، قدرنا نكسب يوكرين، وكسبنا إيطاليا، وكسبنا جريت بريتن، كندا، وكسبنا كندا. ودول أبطال عالم. طبعا مش هكذب عليكي، هو إنجاز ده ما شاء الله. يس الحمد لله. بلس ده الحقيقة يعني أنه القانون الجديد لما تغير إدى تشانس لكل اللي يقدر يعمل مجهود منتظم بشكل مناسب لمستوى لاعباته هيبقى على القمة. عبارة عن إيه القانون الجديد اللي تغير، اللي هو قدر يغير شكل اللعبة كلها عندكم؟ بص، القانون زمان كان بيقول إن التحكيم شخصي، يعني الحكم يتفرج ويدي رؤية شخصية عاجبه أو مش عاجبه، فالدرجات بتطلع من منطلق رأي فردي. وبالتالي هناك تحيز غصب، بحب ده أكتر أو بحب ده أقل. ولكن التقييم دلوقتي بقى مقسوم جزئين، جزء قياسي يعني مش محتاجين ابدا الحكم يقول ايه، هي ارقام بتتحسب وبتتجمع وبتدي لك فاليو احسن كتير. اكزاكتلي. فقللنا حته احتمال وجود تحيز. احنا بنفترض دايما ان ما فيش تحيز، بس في الواقع هو في تحيز احيانا. طبعا الجزئيه دي خرجتني من احساس العالم بان انا من العالم الثاني، يعني حته ان انا يعني انا كسبت بلاد عندها خبره 100 سنه في اللعبه. طبعا يعني احنا عندنا خبره 40 سنه بس هم عندهم 100 سنه و120 اونستلي، يعني من ايام ايستر ويليامز الامريكان بيلعبوا. وما غيرتوش حاجه في نظام التدريب بتاعكم؟ التدريبات غيرتوا السيستم كله من قبل كده؟ الخطه مختلفه تماما عن الاول. ولكن حطيتوها بناء على ايه؟ الحقيقه برضو مش هكذب عليكي، احنا الاتحاد المصري ادانا فرصه جميله قوي ان احنا نستعين جنب الكوتشز الهايلين دول بخبراء اجانب من كندا. يعني تصوري الخبيره الاجنبيه اللي تساعدنا من كندا واحنا كسبنا كندا، دي حاجه تضحك. مصر بقى يا جماعه، مصر جواهر معانا ما شاء الله، منورين الدنيا. صغيرين خالص يعني 16 و17 سنه. هم الميزه كمان ان هم معظمهم من الجونيور ناشونال. السنه اللي فاتت كان عندهم بطوله عالم للناشئات، فمعظمهم شاركوا في البطوله دي. وبعد ما رجعنا من بطوله عالم الناشئات ادينا بريك شويه، وبعدين عملنا ترايلز جديده وجمعنا اكتر حد يناسب يبقى في السينيورز. هم اول مره يقوموا في السينيورز صح كده؟ تاني مره في جزء منهم عام، دي تاني مره ليه. في بنات عام exactly. وفي اتنين تقريبا زوج، يعني في اتنين مشاركين راحوا اولمبيكس قبل، في تلات لاعبات راحوا اولمبيكس قبل كده. طب حضرتك عرفينا على الباقي بقى. احنا معانا امينه، اتفضلي امينه. قولي يا امينه اسم عشان الناس كلها تعرفك ويشوفوا الابطال بتوعنا ما شاء الله البطلات. عشر سنة وبدأت سباحة فنية وانا عندي 7 سنين، ورحت بطولات عالم كتيرة، ورحت برضو أولمبيكس 2021 اللي كانت في طوكيو. ومبسوطة أي بالنتائج اللي احنا عملناها في البطولة اللي فاتت، عشان مصر اتحطت في حتة تانية وسط العالم كله، وبقينا اللي هو معروفين في اللعبة أكتر ومعروفين حتى في مصر، يعني اللعبة بتاعتنا بدأت تتشهر في مصر. فمبسوطة أي بالإنجازات اللي احنا عملناها. ده اداكي دافع ان انتوا بعد كده كمان برضو تكملوا أكتر بالزبط. وتوصلوا بقى للعالمية أكتر وأكتر. أي. حسيتي ان انت في دافع كده؟ ايوه حسيت لو يعني لما نروح ان شاء الله البطولات اللي جايه وحتى اولمبيكس اللي جايه ان شاء الله، لو هيعرفوا ان مصر اتحطت في حته ثانيه وان احنا اتحسننا قوي عن زمان، وان هو يعني يعرفونا اكتر. جميل.
اتعرف عليكي. انا اسمي سندس احمد، عندي 17 سنه، بلعب من وانا عندي 10 سنين. انا مبسوطه قوي باللي حصل في البطوله اللي فاتت، عشان كويس ان انت لحقتي 10 سنين معانا 5 ومعانا 7 و10 حلو قوي. 10 سنين بلعب، يا ريتني كنت لحقت من 10 برضه. اللي حصل البطوله اللي فاتت ده كان انجاز كبير قوي، اللي هو مصر اول مره تدخل فاينلز في بطوله زي دي. كنت حاسه ان انت هتوصلي في يوم من الايام ان انت تكوني من احسن فريق وصل من احسن 10 على مستوى العالم؟ الصراحه هو كان حلم، بس يعني ما كانش حد قادر ان هو يعني ما حدش كان يصدق ان هو ممكن يتحقق، بس الحمد لله احنا حققناه وحققنا اكتر من كده كمان. فرقت في شخصيتك؟ حسيتي اه طبعا، بقينا واثقين من نفسنا اكتر، ان العالم كله شايفنا وان احنا موجودين في اول 10 بلاد على العالم. الله، عرفينا بنفسك. انا اسمي هنا هيكل، بلعب باليه من وانا عندي 6 سنين، عندي 21 سنه، فبقالي 15 سنه بلعب. انا في المنتخب من 2015، فحاسه اني يعني مبسوطه ان انا قدرت ان انا احضر واشوف قد ايه اللعبه اتغيرت، وان قد ايه عاصرتي اجيال. انت بقى 16 سنه ما شاء الله، يعني قاعده بقى اجيال ورا اجيال. قد ايه اللعبه اتغيرت يعني ما شاء الله، فرحانه لا والنضاره وبتكلمني كاركتر بقى، شخصيه ما شاء الله، دكتور اي كلام. وحاسه اني مبسوطه ان انا يعني شفت قد ايه اهدافنا طبعا بعد البطوله اللي فاتت بقت في حته تانية، وان هي بقينا طبعا ننشن على حاجات اعلى بكتير قوي. بقيتي فرحانه يا هنا وحاسه بينك وبين نفسك كده ان انت عملتي انجاز كبير، وحاسه ان انت أيوة يعني طبعاً. بقى الكاركتر بتاعك وشخصيتك بقت اكبر شويه من سنك. ايوه طبعا، زي ما سندس قالت بقينا كلنا واثقين من نفسنا اكتر بكتير، وواثقين من قدراتنا واحنا نقدر نوصل لايه. بتنصحي البنات كلها انها تخش تلعب يعني سباحه فنيه؟ ايوه طبعا. ينافسوكي بقى على فكره، مش هيسيبوكي طالما نصحتيهم. انا اسمي ملك اياد، عندي 21 سنه، بلعب باليه من وانا عندي 5 سنين، ودي تالت بطوله عالم سينيورز ليا. انا مبسوطه قوي ان انا كنت بارت اوف المنتخب ده بجد. مين هو اكتشف فيكي الموهبه من وانت صغيره سن 5 سنين وفكر ان هو يوديكي بقى تنزلي تلعبي سباحه فنيه؟ يعني هي مامي كانت معدية على البسين وشافت ناس بتعمل يعني زي يعني شافت ناس بتعمل زي اللي هو يعني بتعمل موفمنتس مختلفة وكده في المية، فعجبها قوي الفكرة وخلتني ألعب. ما شاء الله عليكي وما شاء الله عليكم كلكم، بصراحة حاجة تشرف وفخر لمصر كلها ان يبقى في فريق وفي كوتش ما شاء الله، ناس ماهرة كده وناس على مستوى دولي وعالمي، حاجة تفرح.